ايش يعني مستوى الانوثه عالي او متوازن، ايش الافضل بالنسبه للمراه؟ سنة حبيبتي الافضل بالنسبه للرجل والمراه التوازن، الافضل انه يكون عندي طاقه ذكوره ويكون عندي طاقه انوثه وانا امراه، لكن انوثتي اعلى من الذكوره، بس ما يعني انه الانوثه هي العاليه وهي يعني ما في عندي ذكوره بالتالي اضيع. ونفس الشيء الرجل المفروض يكون عنده طاقه انوثه ويكون عنده طاقه ذكوره، لكن اللي يقوده طاقه الذكوره، لكن اذا ما عنده طاقه انوثه صار يعني مصيبه، صار قنبله موقوته، ما يقدر ينجح زواج، ما يقدر يسوي شيء، ما يقدر ينجز شيء، يحقق اشياء في الحياه، يعني يخربط الدنيا. فاحنا نتحدث عن انه الرجل والمراه المفروض يكون فيهم طاقه الانوثه والذكوره، ويكون في توازن في هذه الطاقه بداخلهم، بحيث انهم يقدرون يوصلون للطاقة الخلاقة اللي تخلق الأشياء، اللي تفعل الأشياء، اللي تنجز الأشياء، اللي تتم الأشياء، بخلاف الطاقات المتطرفة اللي ما تقدر توصل نتيجة. تلقين بنت مثلا صار لها 10 سنوات تبغى تفتح مشروع ولا فتحت مشروع، ليش؟ طاقة أنوثة عالية. في خلال هذه 10 سنوات في رجل فتح 100 مشروع فاشل، ليش؟ أنا فشلت وانفصلت ومعي ولد أبوه سيء والقانون معه والطفل حاليا معي وفكر بالزواج ومترددة وخائفة يكون خطأ. لا لحظة يا فاطمة، لحظة لحظة لحظة، لا لحظة فاطمة، يعني أنت جبتي لنا قصة طويلة عريضة. فشلت، هاي في كلمة فشلت الحالة هذه يبغى لها يعني حديث خاص، كلمة انه انا فشلت، يعني يمكن انتي نجحتي، من قال انه انتي فشلتي؟ طب وانفصلت ومعي ولد، طب ممتاز، ابوه سيء والقانون معه والطفل حاليا معي، انتي ليش قلتي القانون معه والطفل معك؟ مو الطفل معك، انتي وش تبغين بالقانون اكثر من كذا؟ يا الطفل معك، كيف القانون معه والطفل معك؟ وفكر بالزواج ومترددة وخائفة يكون خطأ. الآن أنت الملف هذا يحتاج لإغلاق يا فاطمة. فاطمة بليز شوي شوي، يعني ما في شيء مستعجل على الزواج. حتى لو في عريس يطق الباب، يا ينتظر يا يمشي. أنت الآن عندك ملف. أنت يعني ما لسه ما انفصلتي من الموضوع، انفصلتي يمكن في الورقة. بس انتي طاقيا وشعورك وما انتي لسه ما انفصلتي عن الموضوع، فمهم انك انتي تقفلين هذا الملف. صح ابوه سيء، انتي وش دخل ابوه في الموضوع؟ هذا الرجل سيء سوء على نفسه، ما المفروض السوء يصبك؟ ما المفروض السوء اللي في هذا الرجل؟ هو خلاص، هو يعني انتهت قصته. فأنا أعتقد أنك أنت لازم تقفلين هذا الملف. صح، لا قصدها لما تتزوج يأخذون الطفل برضو، يعني تظل قصة واضحة، ما تحتاج كل الخوف والارتباك والتردد وما أدري، تبغين طفلك ولا ما تبغين طفلك؟ ما هي يعني قصة كبيرة، تبغين طفلك ولا ما تبغين طفلك؟ بس تبغين تتزوجين تاخذين طفلك بالغصب وتسوين مشاكل وعارفه انه هو سيء وبيضاربكم، هذا اللي تبغين؟ صح، تبغين تعيشين هذا الجو؟ خلاص تبغين طفلك، خلاص تبغين طفلك يقعدي مع طفلك. عموما عندك ملفات ما قفلت مع هذا الرجل، لازم تتقفل. هل يمكن ان يكون كلا مستوى الذكوره والانوثه عاليه؟ لا ما يصير، ما يجي، هي طاقات مختلفة. كأنك تقولين هل ممكن نكون ليل ونهار في نفس الوقت؟ ما يصير، هو يا ليل يا نهار، فهي نفس الشيء. انت يعني انت عندك الكوب هذا وش في شيء واحد، والكوب هذا والجهة هذه من الكوب وش في شيء واحد، تالي يعني ما المفروض انه يعني كانك توقعين والله الكوب هذا فيه مويه فل والكوب هذا فيه عصير فل؟ لا خلاص، ما دام الكوب هذا فيه مويه فل فهو مليان، ما يستوعب عصير. ليش كلمه ذكوره للمراه تحرجني؟ احس عيب،
مرتبط بقصة عار أكيد أكيد. في عندك قصص من قصص العار مرتبطة بهذا الموضوع. راجع الطفولة، راجع الأمور الجنسية، لماذا نتزوج؟ ما هو الهدف من الزواج؟ تكلمت عن هذا الموضوع في المستوى الثاني من دايزي الوعي الزواجي، وقلنا أنه يختلفون الناس في الهدف من الزواج، وفي ناس أصلاً يعني يدخلون هم ما حطوا الهدف، ما يعرفون النية حقتهم، وممكن طرف حط النية وطرف ما حط النية، وممكن في كثير من الأحيان مع قلة الوعي تكون النية هي نية الوعي الجمعي، نية الوعي الجمعي أنه نجيب أطفال، أنه أفرح في ليلة الفرح. ذلك تشوفون مرات المرأة مثلاً يكون في بنت مثلاً بس تفرح ليلة الفرح بعدين تطلق، فتعرف أنه كان هذه نيتها، كانت نيتها ليلة الفرح بس، وصارت وانتهت القصة بالنسبة لها. فيختلفون، لكن مهم أنها يعني أنه نعرف إحنا، كل ما زاد وعي الإنسان كل ما عرف نية الأشياء الصغيرة، فما بالك أشياء رئيسية وكبيرة في الحياة مثل الزواج. كيف ما نكرر ارتباط بشخص له ميول شاذة؟ أنفال حبيبتي، أول شيء تشتغلين على طاقة الأنوثة والذكورة، شيء كثير مهم. الشيء الثاني محتاجة أنك أنت تفهمين علامات، يعني المفروض انه ظاهر او واضح، الشخص الشاذ واضح، يعني تقدرين تميزين انه هذا رجل لكن طاقة الأنوثة عنده عالية. عدم قدرتك على التمييز يدل اما مرات مثلا قلة وعي، جهل، ومرات يكون ممكن الرجال اللي حولك يحملون سمات أنثوية عالية فبالتالي ما تقدرين تميزين. ومرات الخلل زي ما قلت لك في البداية هو الخلل أصلا من الداخل، أنه عندنا اضطراب في الأنوثة والذكورة فيحتاج لتعديل. لكن الأساس أنه العلامات واضحة، الأساس أنه العلامات من الممكن يعني تكتشفينها وتميزينها قبل ما تدخلين في عمق الزواج. تزوجت وانفصلت، وجدت الرجل عديم المسؤولية، مهمل، يعنف ويضرب، هل أنوثتي زايدة وصرت أخاف من الارتباط؟ قولي لي مين اللي طلب الانفصال، أنتي ولا هو، عشان أعرف. يعني إذا كنتي مع التعنيف ومع انعدام المسؤولية ومع 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 تقبلتي وقعدتي بس فجأة هو قالك يلا باي باي، فقولك أوكي أنوثتك عالية، بس إذا قلتي لا والله أنا شفت الوضع كذا يعني غلط، قررت قرار ومشيت، فقولك لا بالعكس، يعني قرارك يدل على أنه أنت عندك توازن في طاقة الأنوثة والذكورة، وبالتالي لما شفتي الموضوع مختلف ما قبلتي فيه. لكن هو يعني هو تشكيلة غريبة أنه هو عديم المسؤولية ومهمل ويعنف ويضرب، فالتعنيف والضرب هو سلوك ذكوري، والإهمال أو انعدام المسؤولية وعدم السيطرة على المهام هو يعني ما المفروض يكون، يعني عادة الرجل اللي بيكون معنف وكذا بيكون شايل مسؤولياته اللي هو يعتقد أنها مسؤولياته، عاد هذا على خلاف هو وش يعتقد الشيء اللي هو مسؤول عنه، فهذا شيء غريب